اوريكم شغله، شفتوا هذا الحين شلون يلف؟ يبي يقرم السياره بسبب حفرتان يا وزاره الاشغال، واحده على اليمين هناك وواحده على اليسار. اللي يشوفوا اللي واقف بالاشاره يتحاشى، واللي واقف مني يتحاشى. والحين وانا رايح سيده لحولي اوريكم. طبعا حفر وايد من نقره وحولي، بس انا القطعه الوحيده، الشارع الوحيد اللي عمروه اللي هناك عند المطعم، بس انا ماني عارف الحفر هاي اللي الصغار شنو مشكلة الأشغال معها؟ شنو السبب إنها ما قاعد تسويها؟ وين الفريق الطوارئ ووين فريق خالد؟ شوفوا شوف شلون كل من يتحاشى الحفرة. بلا الحين أفرجك إياها، هلا بفرجك إياها. العراقيين يسمونها طسة. لا يعني حفرة واحدة على اليمين واحدة على الشمال، اللي جاي من السايد هذاك يتحاشى واللي جاي مني يتحاشى. شوفوا انا اوريكم اياها. لا مو هاي الكرتونة، شوف هاي واحدة مني واحدة مني، شوف هذا وخر، وهاي واحدة مني شوفوها، وهاي واحدة هاي ايش كثر هني. الله شو الله الله، هذا هذا سميت مو قار بعد، صب سميت كان حق تناكل. المهم خالد قال ان شاء الله يا رب العين الراسية اخرتها مع المطبات. شوفوا اللي على اليمين يوخر واللي على اليسار ما يرضى مني. شوفوا المطبات يا اشغال ايش كبرها، شوارع هاي مسكين الرنج ماله، ما ادري الجلده مقطوعه من هالعفريات. الله يسامحكم.